السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم نادي كل ستات. معاكم مروة حماد، والنهاردة جايبة لكم خلطة حلوة جدا أنا مجرباها من سنين علشان الصيف والحر بقى وريحة العرق والحاجات ديت. الخلطة دي خلطة جبارة رائعة جدا جدا وبسيطة، وبسهولة هتعمليها في البيت وتقعد معاكي وقت طويل. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. اول حاجة زيت البيبي اويل، ممكن تستخدمي اي نوع، دي اول مكون معانا. تاني مكون معانا البودرة، انا بستخدم البودرة انشستر، احسن بصراحة، احلى حاجة ريحتها فظيعة، العلبة بتقعد كتير جدا 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 وريحتها جميلة قوي. ادي تاني حاجة معانا. بعد كده في مكون تاني اللي هو زيت الورد. زيت الورد من الحاجات الحلوة جدا المرطبة، بتفتح البشرة، بتمنع تهيج الجلد، تمنع كويسة جدا لو حد لا قدر عنده حساسية ولا حاجة، مش هتأثر عليه، مش هتضايقه، جميلة جدا جدا جدا. بعد كده في بقى مكعبات المسك. مكعبات المسك كان على طول كنت بلاقي المكعبات المسك اللي هي ديت، بس اللي هي مكعبات مكتوب عليها مسك. المكعب دوت بيقعد كتير قوي، ريحته حلوة قوي 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 جدا يعني. امبارح وانا بشتري لقيت فيه كمان فل وياسمين، وبرده لقيت ريحته حلوة. هاتي بقى النوع اللي يعجبك، ممكن يكون فيه روايح تانية انا ما اعرفهاش، بس هم دول اللي انا دوت اللي انا بستخدمه كل مرة. ندخل بقى على الوصفة بتاعتنا. قبل ما ندخل على الوصفة بتاعتنا بفكركم ان في اكتر من فيديو تاني موجودين في العناية الشخصية. الفيديو بتاع السكراب ده خطوة مهمة جدا، قبل ما تعملي اي وصفة لازم البشرة تكون متجهزة للوصفة ديت. الفيديو بتاع السكراب جميل جدا جدا، وفي الفيديو بتاع وصفة التبييض والتفتيح جميلة جدا جدا ومجربة للركب والاكواع والاماكن الحساسة والبقع اللي في الوش، رائعة. اول حاجة هنجيب العلبة علشان ما نعملش كمية اوفر معانا وتبقى المسألة مزيتة. انا بعمل اول حاجة ان انا بحط المكعب بتاع المسك، دي بتبقى اول خطوة. هاخد مكعب المسك افتحه اشوف انا عايزة اعمل جزء قد ايه. خدي بالك بس ان الخلطة دي بتقعد كتير جدا. هكسر المكعب كده حاجة صغيرة، وبعد كده هعمل عليه بالشوكة. فحطي بقى الكمية اللي تعجبك، وده كده شكلها. بعد كده هحط البودرة. حطي لو ما البودرة دي مش متوفرة بالنسبة لك، ممكن تحطي بودرة بتاعة اطفال. هي الميزة بتاعة البودرة ان هي بتمتص الزيوت الزيادة منها، فبتحافظ لك ان ما يكونش فيه اي بقع زيتية ولا حاجة مع الوصفة. هي زيت الجونسون الجسم بيمتصه بسهولة جدا لانه زيت خفيف وجميل، فبيمتصه بمنتهى السهولة. بعد كده هحط الزيت الورد، حطينا زيت الورد كمان. بعد كده بقى هكمل بالزيت الجونسون. وهقلب لغاية ما يبقى عندي قوام كريمي. انا كده مش محتاجة الشوكة ديت، هبقى محتاجة معلقة صغيرة. حسيت ان القوام بتاعها لسه محتاج حبة بودرة كمان، فحطيت حبة بودرة تانيين عندي عشان القوام يكون اتقل شوية، ما يكونش سائل. وهي لما بتقعد على فكرة شوية معاكي القوام بيتقل لوحده، لان بتبدأ الزيوت الطيارة شوية تخف منها، ف بيبقى القوام بتاعها اغلظ شويه. هي كده القوام بتاعها جميل جدا جدا جدا. عارفه بقى الريحه بتاعه المكان وانا واقفه كلها حاجه كده، مزيج حلو. كل الروائح كلها اللي احنا حطيناها، المكونات اللي استخدمناها كلها ريحتها حلوه، اذا كانت ان بودره او زيت الورد، البيبي اويل، المكعبات بتاعه المسك، كل المكونات اللي احنا استخدمناها مكونات اصلا ريحتها جميله جدا جدا. الجمال في الوصفة دي يا جماعة مش بس ان هي ريحتها حلوة وبتقعد وقت طويل ومش مكلفة، لا الجمال في وبسيطة كمان ان انت تستخدميها وبسيطة في اعدادها. الجمال فيها ان هي مش بتمنع ريحة العرق، يعني مش بتمنع الافرازات بتاعة الغدة العرقية زي المنتجات اللي بتمنع خالص ان العرق يطلع، فبالتالي والعياذ بالله بتعمل التهابات وتلاقي حبوب طلعت في المكان دوت والمكان اسمر. منتجات كتير احنا عارفينها موجودة في الاسواق. طيب لو في حد ريحة العرق عنده غزيرة جدا جدا، في حاجتين اتنين كويسين جدا وعن تجربة، اللي هي الليمون
نص الليمونه كده بتقطعيها وبتعملي بيها. بس في ناس بتكون بشرتهم حساسه فما بيقدروش يتحملوا الليمون، طبعا بيبقى صعب جدا عليهم. وفي حاجة تانية اللي هي الشابة، الشابة اللي بنجيبها من عند العطار بتكون مطحونة ناعم. طب لو انت جبت الشابة ومش عايزة تحطي مادة زيتية ولا حاجة، مثلا تكون بشرة دهنية جامد او ما يناسبهاش الموضوع دوت، يبقى ممكن تجيبي الشابة. نتخيل ان دي شابة مطحونة واحط عليها بس البودرة. هتحطي البودرة، سواء البودرة النوع دوت او اي نوع انت تفضليه، مع الشابة وتقلبيهم حلو، هيبقوا عاملين زي خليط البودر كده بالظبط، يبقى عاملين زي الخليط بتاع البودره كده بالظبط. هتحطي منها برضو بعد الشاور، لكن انا الوصفه ديت بقول لكم والله عن تجربه، بعد الشاور كده وجسمك مندي حطي منها على جسمك والبسي الازال واقعدي شويه قبل ما تلبسي. ريحه الازال هتفضل كذا يوم، ريحته فواحه كده، ريحته ما شاء الله جميله جدا، ان شاء الله تعجبكم. هتستخدميها امتى بقى؟ هتستخدميها بعد الشاور لو انت عايزه الريحه تفضل في جسمك فتره طويله، اللي يكون جسمك مبلول. بعد الشاور هنحط بقى في الاماكن الثلاثه الاساسيين، تحت الابط وتحت الخط بتاع البرا وعلى الخط بتاع البيكيني، دي هتخلي ريحتك فواحه، ريحتك هتبقى جميله جدا جدا جدا. الريحه بتاعتها مش نفاذه يعني هتضايق حد، مثلا حد بيتضايق من الروائح الشديده، لا الريحه كلها الروائح اللي فيها كلها حاجات بسيطه وكلها محبوبه من الكل، ما فيش عليها اختلاف. ممكن تستخدميها قبل النوم برضو، حتى لو مش واخده شاور، والصبح جميله جدا جدا بصراحه. انا مش بستغنى عنها بقالي يعني سنين طويله ماشيه على الوصفه ديت. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو لو عجبكم، وشوفوا بقيه الوصفات التانيه. ماسك القهوه المجاني وصف ماسك خرافه رائع جدا ومش هيكلفك حاجه. شوفوا المنتجات بتاعه الترطيب وشوفوا الماسك بتاع السكراب هيعجبكم جدا. ان شاء الله استنونا في فيديوهات تانيه وندي كل الستات. ما تستهونوش بصورة أو مقطع موسيقى في الفيديوهات بتاعتكم، احذفوها، ربنا يبارك فيكم وليكم يا رب. هتشهد علينا كل حاجة يوم القيامة، ربنا يغفر لنا جميعا. قل هو الله 11 مرات بتبني بيت في الجنة، ما بتاخدش أكتر من دقيقتين. اللهم اغفر لأبي وأمي وأموات المسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.